طيب مشاهدينا رح نبدأ هذه الفقرة مثل ما قلنا لكم، برجع بحب ذكركم مرة تانية نحن عم نقرأ بالمزمور 40. فيكم تفتحوا كتابكم المقدس على سفر المزامير وبالعهد القديم مزمور 40، ورح نقرأ، مش رح نقرأ المزمور كله، هو تقريبا 18 عدد أو آية. رح نقرأ، رح نقسمه لأقسام ورح نتناقش بكل قسم. فنحن منا محاضرين، نحن عم نحكي عم نتناقش هلأ، ويمكن قريناه بالبيت شوي وفكرنا هيك بشوية أفكار، بس بيهمنا مش نحن نحكي، بيهمنا نسمع أنتو شو عندكم، بيهمنا أنتو تخبرونا شو تعلمتوا من هالمزمور. يمكن تكون متعلم منه من قبل وفي شيء مارق على حياتك مشجعك بشي، يا ريت تشاركونا في هذا الوقت، منحب نسمع منكم ونتشجع. نبدأ نقرأ، مين بيحب يبلش؟ أنا فيني بلش. يلا جيمي. مزمور 40. شكر واستغاثة لكبير المغنيين، مزمور لداود. رجوت الرب كثيرا فمال إلي وسمع صراخي، أصعدني من جب الهلاك ومن مستنقع الطين انتشلني، أقام على الصخرة قدمي وثبت لي خطواتي، لقني نشيدا جديدا، نشيد تهليل إلهنا. يرى الكثيرون هذا فيخافون وعلى الرب يتوكلون، هنيئا لمن يتوكل على الرب ولا يداري طغاة الكاذبين. كمل. ما أكثر عجائبك لنا وتدبيرك أيها الرب، يا من لا شبيه له، كيف لي أن أحدث بها؟ فهي أعظم من أن تحصى. بذبيحة وتقدمة لا تسر، ومحرقة وذبيحة خطيئة لا تطلب، لكن أذنان مفتوحتان وهبتني، فقلت ها أنا آت، أما كتب علي في طي الكتاب أن أعمل ما يرضيك يا إلهي؟ في هذا مسرتي يا رب، ففي صميم قلبي شريعتك. مين. واو. مين. حلو. كتير فيها أشياء حلوة. هو الثمان أعداد. كتير حبيت، كتير فيها تشجيع، كتير فيها أمل، كتير فيها رجاء، كتير كتير حبيت. وكنت أنا عم بقريها، أقام على الصخرة قدمي وثبت لي خطواتي. قديش حلوة هيدا الشيء، إنه يا رب كل واحد منا بيمشي بهيدا الحياة خايف إنه هل عم بخط الخطوة الصحيحة، هل عم بياخد القرارات الصحيحة. في كمان أشياء أمور بحياتنا عم بتخلينا نتزعزع، بس قديش بشكر الرب لأنه هو بيرفعني أول شيء على مرتفعات عالية، لأن الصخرة بتكون عالية بيثبت لي خطواتي كما أوقع. فقديش حلو إنه إحنا حاطين إيدينا وحياتنا بين إيدين إله رائع وثابت. أنا ما فيني إلا ما أحكي هيك، مبارح باجتماع الصلاة كان الأسيس أيمن عم يتأمل من نفس هذا المزمور. فحكى هيك شيء يعني كثير صغير، يعني حكى حلو، حكى كثير اشياء رح اخذ منها انا، شيء كثير لمسني. وقال الانتظار هو شيء بنوجد بحياه المؤمن، بنوجد بحياتنا كبشر، بس في عندنا حلين. انه شبهها بطريقه هيك، اذا رحت لعند دكتور اسنان مثلا وقال لك انتظر، تفضل ارتاح، فيك تضل كل وقتك الان بالعياده وعم تروح وتجي وتوتر الناس اللي معك وتوتر الممرضه وتوتر الدكتور كلهم، وانت عامل ستريس من فتره النطره، ورح تاخذ رح تنتظر، وفيك تنتظر وترتاح، تقعد تقرا بهالمجلات وتريح حالك وتطمن، عارف انه دورك محفوظ، رح يجي وقت رح تفوت لجوا ورح يعالجك الدكتور من شو ما كان مرضك وترجع تطلع. فانه هيدا الانتظار اللي ربنا ايام موجود الانتظار، بس نحن منحمل حالنا مثل حمول الزياده ومنجرب كثير نضغط حالنا منوتر حالنا وايام منوتر ناس معنا، لانه بدنا ننتظر وبدنا يخلص فتره الانتظار، بس ربنا بده يعني ننتظره ويكون في عنا راحه فيه، يكون في عنا ثقه انه الهنا اعظم طبيب، فمش معقول اخر شيء يخزلنا او يتركنا ناطرين. كثير حلو هيدا النقطه بصراحه. نوردي لفتني كمان، كنت عم بنتبه اكثر شيء لفكره الانتظار بهذا الاصحاح، وحتى هيك خطر ببالي فتش على جوجل عن معنات كلمه تو ويت او انتظر، فرح اقراها بالانجلش ارجع ترجمها ببساطه. هي to remain inactive or in a state of repose as until something expected happens. يعني ما في انا اكون منتظر وقلبي مضطرب او خيفان او ماني عارف شو اللي رح يجي، خاصه اذا انا منتظر عمل الرب يعمل شيء بحياتي. سو لازم انا اكون بحاله استقرار، بحاله راحه بقلبي، وكون متوقع انه رح يصير شيء. يعني ما في كمان انتظر بلا ما اتوقع انه الرب رح يجي وقت يتحرك، كون اكيد واثق انه الرب رح يجي وقت يتحرك.
حلو انه قلت يتحرك بركي مش الشيء اللي نحن منتظرينه صح. بس الشيء اللي هو بيشوفه افضل لنا لانه دائما نحن بننتظر شيء معين وبيخيب ظننا انه يا رب بس مش ليش مش هيك صحيح. بس الرب يرجع ينطره لانه هيك اوكي هلا فهمت انه انا صراحه لفتت انه النتيجه اجت باول المزمور انه دغري مال الي وسمع صراخي يعني بعد الانتظار دائما في الرجاء وفي السلام اللي حيعطينا اياه ومال الي وسمع صراخي انه قد ايه في عظمه الله كلها صارت علي حميمه معنا يعني قرب هو لعنا وسمعنا سمع الصراخ والالم اللي احنا عم نشتو فيه مزبوط انا كنت رح اعلق على هالكلمه لو كنت اليوم عم بقرا هيك تامل عم بيحكي على كلمه مال فهي لك مثل الاب كيف بيميل على ابنه مثلا حتى يساعده ليقوم وهيك فهيدي بتفرجي قديش هالاله عن جد صوره اب عم بيهتم فينا فهو عم بيميل لعنا وعم بيسمع انا حبيت لما قريت اكثر بتقروا المزمور 38 39 اللي جايين دغري وراك بيكون داود كل الوقت بفتره الانتظار يعني اذا بنقرا كل مزمور 38 39 هو داود بهيدي الفتره بمزمور 40 بيقول انه الرب مال واستجاب وبيخبر عن الانتظار كان عم يكتب بعد اختبار مزبوط كان عم يكتب بعد اختبار فأنا حبيت الـ 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 النتيجة أنه وجعل في فمي ترنيمة جديدة تسبيحة للإله كتير حبيت أنه فترة الانتظار قد بتكون صعبة بس قديش عن جد الرب بس يميل عن جد بيعطينا تسبيحة عن جد بيطلع منا كلام في 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 مفسرين قالوا انه هيدا المزمور طلعت هي التسبيحة تبع داود من بعد الانتظار نفسه هيدا اللي كتبه طبعا نحن فينا نكون كمان نتعلم من داود نستغل فترات الانتظار ونطلع تسبيحة للرب بفترة الانتظار فأنا كثير حبيت النتيجة طلعت آخر شيء طب أنا عندي سؤال هل شي مرة مرقت نسأله هيك لكلنا نكون واقعيين شوي مرقنا وانتظرنا مرقنا بفترة انتظار ويئسنا يعني ما خرجنا بنفس نتيجة داود ما أن انتظار انتظرت الإله فماله وجعل في فمي ترنيمة جديدة طيب مين بيحب يحكي أول هاي لحظة الكل بيسكت فيها أنا سألت أنا رح أحكي بس مشكلة أنا حقيقة ما بنسى هذه فترة 2008-2010 مثل كل شاب بسوريا لازم أخدم جيش وهذا كان طبيعي لازم روح أخدم بلدي بس دخلت الفترة وماني متكل كتير على ربنا متكل كنت على واسطة ومتكل زبط أموري وما زبط معي شيء وضليت منتظر كل السنتين إنه أفهم ليش ربنا سمح أقطع بهيدا الوقت الصعب لأنه جيش عنا بسوريا صعب منه سهل فضليت كل فترة السنتين إنه منتظر يا أما هلا ربنا لأنه بالجيش بعدت عن كنيستي بعدت عن الناس كان في كتير أشياء حلوة عم تصير بحياتي اختبارات رائعة عم تصير بس ضل نفس الوقت عندي هيدا السؤال إنه ليش يا رب طب ما كان فيك تعلمني نفس هيدي الأشياء وأنا بكنيستي أنا بين الناس اللي بحبهم ومرتاح ببيتي مش إنه عم بخسر شغلي عم بخسر كتير أشياء عم بتبهدل بالمعنى الحرفي يعني لكلمة عم بتبهدل فليش لحتى أتعلمها بالطريقة الصعبة ضليت سنتين وما اكتشفت ليش ما عرفت ليش وطلعت من الجيش وتسرحت وبشهد لليوم انه هيدي الفتره يمكن من اكثر الفترات بحياتي تعلمت فيها بس كمان ما عرفت ليش الا لبعد سنه اللي صار انه كان في عندي تو اوبشنز قبل ما فوت هيدا الجيش انه انا ما اخدم وانتظر سنه او اجل اكثر وطبعا لو اجلت كنت انا اليوم ما كنت موجود هون كنت اليوم ضليت بعدني بسوريا لاني في كثير ناس اللي راحوا خدموا بعدي ضلوا على الأني نتيجة الأحداث والظروف ضلوا لهلأ موجودين احتفظ فيهم الجيش فاللي اكتشفته أنه فعلاً لما بيقول أنه وقته غير وقتنا وأفكاره غير أفكارنا كانت العيلة كلها عم تناقش وتقول له للبابا البابا له فضل بهيدا الشيء أنه عم تقول له خليه سنة لك أجله شو بدك بالقصة ليش تبعته هلأ بعده عمره 18 سنة أجله سنة سنتين ما بتعرف شو بيصير معه البابا أصر وحط جواتي هذا الأسرار إنه روح خدمه وخلاص منه وأنا ما يعني ما حدا كان متوقع الشيء اللي بده يصير بسوريا إنه يصير ونتيجة هيدا الشيء أنا اليوم ما خدمت جيش ما ضليت بقيان بعد هيدا الفترة فكان بالنسبة إلي اختبار إنه ربنا قال لي أنا بالكنترول بحياتك لأنه أنا ما كنت عارف إنه أنا بعدين الرب رح يسمح إني أطلع ولا ألتقى بمرتي ولا أتزوج لو حقيقة لو هالسنة ما خدمتها كانت خريطة حياتي كلها تغيرت يعني ما كنت ما كان أكيد الرب ضل اشتغل بحياتي بس ما كنت هون ما كنت مع مرتي اليوم ما كنت عم بخدم ما كنت بهيدا المحل هلا فهيدا أنا بشهد إنه انتظرت وتزمرت لآخر يوم بذكره آخر يوم بالجيش كنت بالصحراء وعم قله إنه يا رب إنه يا رب أنت بتعرف إنه أنا جيت وتعلمت كتير بس بعدني مش مبسوط كان فيك بهالسنة وتسع شهور
تعلمني كل هيدي الأمور بطريقة تانية. بعدني ما عم بس في أشياء تعرضت إلى كسرتني كتير من جوا، فكان فيك تقطعني فيها بدون هيدي هالكسورات، وما اكتشفتها إلا لبعد سنة من بعد هيدا الحادث، فخلاني الرب منتظر 3 سنين. أنا في ما بتذكر يعني كتير صارت وقت أكون منتظر الرب، بتذكر حالتين معينين. حالة إنه آخر شيء هي قصت إنه أنطر الرب، سو أخذت الأمور بزمام، أخذت الأمور بزمامي وأكيد فشلت. وفي مرة تانية كمان انتظرت الرب كتير وصليت، وآخر شيء بطلت صلي. هيك صار في عندي نشيف روحي، صرت متضايقة، بس عن جد الرب هنيك من بعد هالنشيف عن جد عطيني محبة جديدة لإله، فرجاني الخطة تبعه هو، فرجاني الأشياء من منظاره هو، وعن جد حط نشيد جديد، أوكي نيو سونغ، ترنيمة جديدة، وهالمحبة الجديدة، العبادة بطريقة مختلفة. سو عن جد بعتقد كل واحد منا مرق بفترات انتظار، وكل واحد منا تعامل مع هالفترة بطريقة مختلفة. بعرف ديفيد، فترات الانتظار ما بتخلص من حياتنا، يعني كل فترة نحن رح نكون منتظرين شيء، يمكن شغل جديد، يمكن سيارة جديدة، يمكن نقلة على بيت جديد، يمكن انت هلا ناطرة بيبي. الحلو الاشياء اللي بنتعلمها من بعد فترة الانتظار، مثل ما كان عم بقول نور، يعني الاشياء اللي تعلمتها انا من فترات انتظرت فيها وقت طويل، من اهم الاشياء انه نحن قديش بعيد قديش بعيده حكمتنا عن حكمه الرب. ومثل ما قال نور كمان هذا الشيء بنفهمه بالاخر، يعني بالاخر بتوضح لنا الصوره بالاخر. لما نطلع من فتره الانتظار نطلع على الاشياء من فوق كيف كنا وين كنا، ساعتها بنفهم انه ليش هالقد الرب كان منطرنا، شو كان قصده من هيدي النطره. هذا من اهم الاشياء اللي تعلمتها بفتره الانتظار، وهذا الشيء بخليني للايام اللي جايه لما يكون عندي هيك فترات ريلي ارتاح وكون واثق انه رب احكم من حكمتي انا وافهم من فهمي انا، ورب مثل ما قلت انه افضل يكون هو ماسك بزمان الامور عن انه انا اكون ماسك. وفي شيء كثير حلو باخر الانتظار اكيد يمكن رح تختبريه، انه بس يولد البيبي تنسى كل الوجع، تنسى كل المشقة اللي عانيتيها. يعني كلنا بعتقد لو قد ما طالت فترة الانتظار، لو سنة او سنتين او يعني لو قد ما طالت، بعتقد انه بس نشوف النتيجة اللي عم بيركنا فيها رب رح ننسى كل الوقت اللي قطع وكل المشقة اللي قطعت. صحيح. كنت عم فكر بس بالشغلة انه كنت عم تقول شيء ومعك حق، انه دائما فترات الانتظار ما بتوقف، بس بعتقد طريقتنا مع انه نتعامل مع فترة الانتظار بتختلف. بصير في عنا نضج معين، بصير نتذكر كيف الرب تعامل معنا بالفترات القبل. يعني هون كنت عم فكر باركي يا نفس الرب ولا تنسى كل حسناته، لا تنسى، يعني قديش نحن هين علينا انه ننسى، بس وقتها نكون اختبرنا شيء ونحن عم ننتظر ونرجع لنفس الانتظار، بلكن مش نفس الشيء عم ننتظره، انما هيدي الحاله اللي نحن فيها، حاله الانتظار اكيد بتصير تتغير وبتصير افضل وافضل. تاكيدا على كلامك جيمي، داود بيقول هيدا الشيء، بيقول انه اقام على صخره رجلي ثبت خطواتي، هيدا من بعد الانتظار الرب رفعه وثبته كانه على صخره. فهيدي واحده من نتائج الانتظار المعقول نحصدها بالاخير، انه الرب رح يثبت خطواتنا، ومثل ما بيقولوا there's no turning back، يعني ولا ممكن نرجع. انا برايي انه كل حدا بحياته بيقطع فتره انتظار، يعني اكشلي ما حدا بيوقف يقطع، يعني كلنا هلا منتظرين شيء من الرب، ما في حدا منا منتظر شيء. في اشياء مثلا بتكون ماشيه اكثر من اشياء، في اشياء مثلا ناطرينها هلا شوي بنصلي على اشياء ثانيه اكثر، في اشياء الرب يحققها واشياء ثانيه بعدها ناطره. يعني ما بعرف انتم، بس انا شفت انه بحياتي كلها ما قطعت بفتره ما فيها انتظار، صح ولا لا؟ هلا في حدا مش عم ينتظر شيء من الرب؟ سوري المينيمم ناطرين مجيئه، صح؟ صح. حلو منك. كان بس بدي اقول انه انا كمان قطعت بهذه الفتره، وكانت كثير صعبه لما كنت بسوريا وقررت اني ارجع لحياتي مع الرب، كانت اطول فتره ممكن اقطع فيها. وقت الرب طلبني اتخلى عن كل شيء، حرفيا عن كل شيء، ما فيهم اصحابي، وقعدت بالبيت يعني مثل حدا انحبس وقفل الباب على حاله، وما كنت عم بعمل شيء غير اقرا بكلمه الرب، روح على شغلي وارجع، ما كنت اعمل غير شيء، وكنت دائما اساله انه شو في بعد هيدي النطره. كان الوضع بلش يتدهور بسوريا، وبلشت تفكر باخواتي، بلشت تفكر بمستقبلنا شو حنعمل، والرب وقتها كان واضح، كان عم يقول لي استني استني استني.
وخلصت النتيجة بعد يمكن 8 شهور بجيني تليفون وأنا قبلت على سفر وهيك. وبمحل معين كنت بالسفر لقيت إنه في انتظار، لهيك كان قصدي أقول إنه دائما في انتظار، كان في انتظار أصعب من انتظار الأولاني. يعني كنت بمصر وناطرة شو رح يصير، لأنه كان الرب قايل لي بشكل واضح إنه أنا مش حأرجع على الحياة اللي كنت عايشة فيها. وأنا بمصر تعرضت لمواقف كتير صعبة، لأنه أنا لما تركت سوريا ما كان معي مصاري، فحطيت بمواقف كتير صعب. بتذكر أول شيء عملته دخلت على الحمام وصرت أبكي 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 وقال له أنت من هلأ تخليت عني، كيف بعدين بس أبقى بمصر. فبتذكر لما أخذت قرار أبقى كمان كنت بغرفة صلاة ببيت الوادي، كنت عم أقول للرب أنه إذا بدك يعني أبقى أنت حتهتم فيه. أنا حرفياً ما كان معي ثياب بتناسب المجتمع اللي كنت فيه، يعني أنا كل معي كانت ثياب رياضة بتخص المخيم اللي أنا كنت طالعة عليه، وما كان معي مصاري، يعني كنت ما معي شيء من كل النواحي. فبتذكر بنهارتها لما بقيت ورجعت على المطار الرب مثل هيك بعت بليسينج تحت هيدا، بس مش ما انحلت الامور، بقيت سنه كامله من بعد السنه اللي كنت فيها سنه انتظار كثير رهيبه. ومن بعد اكيد لما رجعت على لبنان كمان سنه انتظار كانت كثير صعبه. هيدا كان قصدي اقول انتظار لانتظار لانتظار، بس بعرف من بعد هالثلاث سنين وصلت لمحل مثل ما عم بقول الرب ثبت على صخره رجلي. يعني انا هلا عم بعاني من انتظار، في شيء بحياتي بعد ناطر الرب يتدخل فيه، مش عم يعني هلا حاليا مش عم يتدخل فيه، وبعرف انه هو بده في شيء عم بيعمله، بس انا هلا على هيدا الصخره. يعني انا هلا واقفه وبعرف انه انا ما راح ادير ظهري واقول للرب انه باي سوري انه انت مش موجود، لا، لانه اختبرته اكثر من مره وناطره اقول مثل داود التسبيحه، ناطره انه تطلع، ناطره. حلو. هلكي تمار بتشوفينا اذا مشاهدينا بلش يشاركونا، هبه عندك شيء بتحبي تقوليه؟ كان عم بيقول ديفيد انه نتعلم بعد فتره الانتظار. انا مؤخرا صرت اختبر الراحه والطمانينه خلال هالفتره. يعني بنتعلم مره على مره، ما ننطر للاخر انه رح يطلع شيء، اخر النفق رح يكون مضوي وكل شيء منيح، لانه الرب يعني عنا رجع فيه، بس خلاله طريقة تعاملنا أو نظرتنا للأمور رح تتغير، لأنه عنا طمأنينة فيه، لأنه رح يثبت إجرينا دائماً. نتعلم نقعد بالعيادة ونفتح الكتالوج ونقعد نتصفح. كده للتسويق يعني.